وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف الباحث والمفكر الدكتور نوح خليفة. أهلا بك دكتور. والعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة هي علاقات ممتدة عبر التاريخ، هل لك أن تحدثنا أكثر بهذا الشأن؟ نعم، أولا نهنئ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر وشعب مصر بذكرى 23 من يوليو، ونحيي في الحقيقة روح الشجاعة والبطولة العربية الأصيلة في شعب مصر، وأيضا نحيي خطوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العربية التنموية الشجاعة. وعندما نتحدث عن قوة تاريخ العلاقات البحرينية المصرية نجد أن الوثائق التاريخية لأكثر من 70 عام مضت يعني لا تخلو من خطى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى المجيدة والباسلة منذ أن كان وليا للعهد منذ العام 1964 في الحقيقة. يعني سيدي جلالة الملك يعني عاصر مختلف المراحل التضامن بين مصر والبحرين، عاصر أقوى زعماء مصر، طبعا جلالته وشح من قبل أقوى زعماء التنمية والسلام المصريين بأرفع قلادتين في تاريخ مصر، قلادة النيل وقلادة الجمهورية، من الرئيسين أنور السادات وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هذه وشح بهذه القلادتين خلال محطات استثنائية بتاريخ مصر، و كل أشكال المواقف المتبادلة بين سيدي صاحب الجلالة ومختلف زعماء مصر صبت في صالح السلام والاستقرار بمنطقة الخليج والمنطقة العربية. وهنا في هذه الصدد يعني نجد تفرد مصر بوجودها يعني المكافئ للتحديات الإقليمية التي اختبرت يعني قوة هذا الوجود وثباته خلال مختلف المنعطفات الاستثنائية. على المستوى الحديث أيضا أود أن أشير إلى أن الأراضي المصرية التقت بإحدى أكبر خطى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى الإنسانية والسياسية خلال التحولات الحديثة من تاريخ مصر. أستذكر على وجه الخصوص زيارة جلالته لكاتدرائية الأقباط ومؤسسة الأزهر، يعني بعد استهداف قوى الإرهاب والظلام للتنوع الديني بمصر. الكثير أستذكرها بالكثير من التقدير، وهو موقف انتصار للحق والخير والتسامح ليس فقط على مستوى مصر، المستوى العالم أيضا. كذلك أستذكر زيارة جلالته لمدينة السلام شرم الشيخ ونزول جلالته للسباحة في مياهها خلال ظروف استثنائية كانت هددت المستقبل السياحي والسياسي المصري. يعني كانت خطوات جلالته يعني خطوات إنسانية شجاعة ومتقدمة على المستوى الإنساني ليس فقط العربي وأيضا العالمي. كما يعني أريد أن أشير إلى أن خطى سيدي صاحب الجلالة التقت بالتراب الوطني المصري في السبعينات وفي الثمانينات عندما كان وليا للعهد، أيضا خلال تحولات مهمة في تاريخ مصر تمحورت حول السلام والاستقرار. يعني أريد أيضا يعني لا يفوتني أن أحيي تأكيدات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أثناء زيارته للبحرين بأكتوبر 2015، كذلك نقطة مهمة إطلاق فخامة الرئيس السيسي، تعتبر يعني أكبر إطلاق فخامة الرئيس السيسي أكبر المواقف الاستباقية المباشرة على مستوى رؤساء الجمهورية في مصر. نعم بلا شك، تؤكد الوجود المصري وتحذر من المساس في الخليج بمقولة مسافة السكة. وأختم حديثي في هذه هذا اللقاء هذه الدقائق باستذكار احتفاء المنامة بتنصيب السيسي رئيسا لمصر والأثر الكبير للمواقف المتبادلة بين الزعيمين وبين الأجهزة الإعلامية الرسمية بالبلدين وبين الشعبين وممثلي الشعبين وممثلي الأديان بالبلدين. نعم، الباحث والمفكر الدكتور نوح خليفة، شكرا جزيلا لك.